في تاريخ بفوزه على براندبي ب3-1 في المباراة النهائية ليحقق الثنائية للمرة الثانية على التوالي. عندما ترفع لوحة الجماهير تشجيعا فأكيد أن الحدث لا يمكنه أن يمر مرور الكرام. العاصمة الدنماركية كانت على موعد مع صدام متجدد بين إفسي كوبنهاغن بطل الدوري للمرة الثانية تواليا وناظره براندبي في المشهد الختامي لكأس الدنمارك. البداية كانت بمشهد ضبابي للفريقين معا، تلاه هدف مرفوض بقوة القانون بألوان براندبي. أهل التكتيك واصلوا البحث عن الحلول التي كانت عصية على الفريقين في الشوط الأول بعد الاعتماد على الصرامة التكتيكية والتدخلات القوية، ما جعل دقائق هذا الشوط تموت إكلينيكيا دون أهداف. في النصف الثاني ظل المشهد ضبابيا كذلك كما كان عليه حال الشوط الأول، تتواصل الجهود بحثا عن مفتاح المباراة الذي جاء بالألوان البيضاء لمصلحة إفسي كوبنهاغن بعد أن دون له أندرياس كورنيليوس هدف السابق في الدقيقة 51 بعد انسلال ناجح من الرقبة الدفاعية. 10 دقائق بعد ذلك هاني مختار كان وراء ركلة ثابتة مباشرة تخطت معها الكرة الخط الأبيض للمرمى، ولتأكيد الهدف وإزالة تردد الحكم تيمو بوكي يكمل الكرة في الشباك محرزا هدف التعادل لبروندبي. وفي الوقت الذي كان فيه مخرج المباراة منشغلا بالحوارة الثنائية للاعبين، تمكن فريدريكو سانتاندير من إضافة الهدف الثاني لإفسي كوبنهاغن قبل أن يعود أندرياس كورنيليوس للتوقيع على الثلاثية والثنائية الخاصة في هذه المباراة التي منحت إفسي كوبنهاغن التتويج بالكأس للمرة الثالثة تواليا والثامنة في تاريخها. أعلن النادي